بسم الله الرحمن الرحيم. تعملي الكميه اللي انت عايزاها بقى من البيض حسب اللي هياكل، لان دي اكله ما بتتركنش. والله العظيم ده طبق. اللي ياكل الطبق ده كده ياكله على طول. يجيب السابع. مش هيفاصل خالص. بجيب بقى ايه هنا؟ انا عملت 4 بيضات كفايه، شويه ملح صغننين، شويه فلفل اسود. ده اومليت بقى السريع اللي بالبصل، عشان اللي ياكل ويحب يقيل بعد الغدا كده ياكل البيض ده. ضربت البيض، بعمل اومليت عادي خالص، بس ضيفاله بصل ايه؟ بصل مقلي او مدبل كده شويه، وكميه كبيره مش قليله. عشان كل ما اشوف حد اساله ايه الاكل السريع اللي عندكم في البيت بتعملوه؟ فواحده بقى قالت لي الاكله دي لما من احنا نكون احنا ما مش عاملين اكل بقى وراجعين متاخر ومش عارفين نعمل اكل ايه، نعمل بيض بالبصل. ووصفتها لي بقى بالطريقه دي بالظبط، فلقيتها لطيفه مغذيه، والبصل مغذي، بيض مغذي، وسريعه. ده مين اللي بيحط كده؟ نرجعوا يا عم، هم فحلهم واحنا فحلنا. هي في ناس العسل، بيقول لي في ناس بيحطوا على البيض عسل ابيض، هو بيألف اكيد يعني وبيسرح بينا. لا بتألف اكيد. بيض باجوا دي ما دي من زمان. بس بقى ليها ايه؟ ليها ناسها. بيض بالعجوه ده ليه ناسه، يعني مش اي حد. لا والله انا كان يعني عيلتنا كلها ما كانش فيه غير ابويا بس الله يرحمه اللي كان يحب بيض بالعجوه، احنا كلنا ابدا ما حدش يعرف ياكله. لا لا لا. اجرب. انا بقول حاضر اهو. بيض بالبصل بقى كده كده تاكله وتعرفش تعمل الحلقه الجايه خلاص. احافظ على المصورين والاعداد وكل حاجه. احافظ على مستقبل القناه. نجيب بقى طبق كده. اخبي الطبق ده. فاكرين ال انا كنت هحكي على الحكايه وانت وقفتني، كانت حكايه ايه؟ مستقبل الناس ده في رقبتك. هنا لما كنا بنعمل الاطفال برضو الرز اللي بالبصل، رز بالبصل، هي نفس الحكايه، بيض بالبصل، كله بينيم كله بينيم. كنت احكي لكم حكايه المطعم لما كنا بنعمل فيه العجينه بتاعت البتاع دي البقسماط. المطعم ده انا الاغلبيه بحب اخش جوه المطبخ بتاع المطعم جوه، يعني اتفرج في ايه بيعملوا ايه الكلام ده، كنت طبعا بيسمحوا لي عشان عارفيني مش اي حد يعني. فدخلت جوه المطعم فكان في هناك بيقدموا العيش، اسمه عيش باللحمه. عيش باللحمه ده هو مطعم تركي. عيش باللحمه ده بيقدموه كده ايه جنب المشويات، جنب يعني فرخه مشويه، كفته مشويه، جنبها العيش باللحمه، رغيف كده زي رغيف ماشي، ويبططوه قوي، وبعدين يحطوا في ايه اللحمه متبله نيه بس متبله، وبعدين يدخلوه جوه الفرن وهو مفتوح كده. فحته اللحمه العجينه بقى اللي لفتت نظري قوي ان الراجل مثلا عنده عجينه عشان يقدم بقى للناس، يجيب ياخد العجينه دي ويفردها قد كده، يعني راح ياخد منها فتفوته كده، وراح فاردها قوي قد مثلا القرص ده كده قد كده، وراح فارد عليها اللحم برده رفنعه جدا، وعمل وصفه فيعني كانت حلوه جدا، يعني عجين قد كده واللحمه يعتبر زيها برده، وعمل منها وصفه محترمه. ماشي قد كده، حاضر.
انا مش موافقه. ايوه. ماشي طيب كده. بص خلاص الاومليت خلص اهو، بعدين ما شاء الله الوقت معاك ولطيف جدا. مين قال الكلام ده؟